إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مستمرة، وهذه المرة في باطن الجبل، حيث قام مكتب الخدمات بجهاز الصرف الصحي وشؤون مراكز الحرس البلدي برش وتعقيم المرافق الحكومية. داخل تدريب كفر جبر باهية برش داخل المستشفى تيش. إن شاء الله المستشفى، العيادات، جميع المرافق الفخ الحيوي داخل بلدية باطن الجبل. الحملة بدأت من مستشفى تيجي العام ووصلت إلى مركز الحرس البلدي وديوان مجلس باطن الجبل، وشملت كذلك المركز الصحي بدر ومصرف الجمهورية. اليوم عمل تطوعي في منطقة باطن الجبل بصفة عامة لرش المواد زي نقول الوراكين وغيرها لطهر المكان زي المستشفى وزي المناطق الحيوية وزي منطقة البلدية. عمل النظافة باهتمام وتأخير المواقع والوزارات مقر الوزارات. تم هذا اليوم تعقيم مستشفى تيجي ومركز الشرطة تيجي ومركز الحرس البلدي تيجي، وبالأمس القريب تم تطهير مركز الحرس البلدي بدر والمستشفيات، والآن سائرين لا تشعر تطهير بالمادة الأركينة والديدول ولا أي مكان. حملة تعقيم بالإمكانات المتوفرة على تأثيرها يكون إيجابياً في ظرف شديد الخصوصية يشهده العالم هذه الأيام.